هقدم النهارده في الجي يو سي عشان جالي سكولرشيب فول بيد، فكنت حابب ان انا استفيد منها، وفي نفس الوقت ان هي لقيت الاقسام هنا وكل بيشكر في الجامعه في جديه في العمل، والشهاده بتاعتها شهاده محترمه. بنتي اهم حاجه كمان ان هي انترستد في الابلايد ارتس، كواليتي اوف اديوكيشن يعني العاليه، والفرص اللي بتدياني جي سي عشان اسافر. قررت ان انا اخش بي اي في جي سي، احسن كليه هنا، وفي نفس الوقت الفرص فيها في الشغل حلوه. الجي يو سي طبعا عارفين ان هي من احسن الجامعات الموجوده في مصر، فيها البرنامج اللي هو محتاج يدرسه اللي هو عايزه. قدمت هنا بيزنس، ابن خالتي برضو رشحوها لي، هم كان فيها قبل كده، قالوا لي ان هي ان الادكيشن حلوه، وعموما هي رانكينج حلو. اخترت جي سي علشان سمعت عنها يعني كلام كويس من زمايلي واصحابي وكده، كنت عايز اخش هندسه. جي سي علمتنا حاجات كتير اثرت في حياتنا وقراراتنا اللي بناخدها دلوقتي. قعدنا سنه في المانيا في سمستر ابرود، رحنا سمسترين من كتر ما جي سي برلين كانت اكسبيرينس، على عكس باقي الجامعات في جزء براكتيكال كبير كان بيخش في كل ماده. الجامعه فادتك على عكس لما باقي الناس كلها يقول لك اول ما تشتغل انت تنسى كل اللي اتعلمته في الجامعه. في كيس جي او سي هم جي او سينز بيبان وسط الشغل، حتى دايما يقول لك ده جي او سي اكيد. كان في حته الوركينج اندر بريشر دي، يعني دي اكتر جزء بالذات كان عند الناس بعد ما يتخرجوا.